طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ تعال نبتدي بشوربه العدس. شوربه العدس اتفقنا انه هي هتبقى بدايتها الطريقه التقليديه، وقلنا النهارده انه وكل يوم بقول لكم انه مطبخنا واكلنا اللي اول حاجه الحاجه اللي بنحطها في بقنا هي انعكاس هتكون لصحتنا. يعني الواحد لما يحس ان هو تعبان وهو طاقته مثلا مش زي ما هو معتاد، يبص اول حاجه على غذائه. المعده بيت الداء والحميه هي الدواء. الحميه مش معناها الدايت او بالمعنى اصح، هي الحميه هي الدايت، بس الدايت هو التغذيه. هل هي تغذيه علاجيه، تغذيه للتخسيس؟ فالناس بس بيختلط عندها الامر انه دايت يعني عايز اخس. لا، الدايت هو ما تاكل كل او تشرب، كل شيء تضعه في معدتك هو مفروض يكون ليه فايده. ساعات ناكل حاجات بس عشان بنحب طعمها، بس ما تبقاش هي الماجوريتي، الكميه العظمى. لا، نراعي بناكل ايه ونفهم بناكل ايه. عندنا للشوربه كالعاده هنبتدي هنعملها على الطريقه المصريه. عندنا بصل وعندنا جزر وعندنا طماطم. بيضاف للشوربه الابازيه الكرفس كمان، هناخد العيدان والورق. عندنا العدس اهو، العدس الاصفر، وعندنا هنضيف لها صلصه الطماطم في مرحله ما بعد مرحله الشرب، يعني المرحله التقليديه. هنا هاخد زيت لورو. وما انه بنتكلم عن نحط ايه في اكلنا وفي غذائنا ويبقى دايما مفيد، زيت لورو اول حاجه زيت محلي بجوده عالميه، ده واحد. اثنين، زيوت لورو كلها مدعمه بفيتامين الف وفيتامين د، وبالذات في الشتاء يا جماعه احنا ما نتعرضش للشمس بطريقه كافيه بوقت صح انه جسمنا ياخد من الشمس اللي هي المصدر الرئيسي للفيتامين د الكميه اللي محتاجينها. فاحنا عندنا في مصر وفي العالم العربي يعني هتلاقوا كتير في بالذات عند النساء نقص في فيتامين د، فحلو احنا بنستخدم الزيوت اللي هي داخله تقريبا في كل اكلنا وبشكل يومي، نكون عارفين انها مصدر جيد لفيتامين الف ودال سواء لينا او لاولادنا. فموجود الفيتامين ده مدعم لكل الزيوت اللي متوفرة بلورو اللي هي عباد الشمس وزيت الكانولا وزيت الذرة. هحط دلوقتي الزيت وهحط معاه، مش فارق معايا حجم البصل ولا الجزر ولا الطماطم، كده كده هنضربها بالهاند بلندر. فهبتدي بالبصل والجزر. الطماطم مش دلوقتي انه فيها سوائل فمش هتخليني اعرف احمر شوية البصل والجزر. ممكن كمان نحط لهم فص ثوم، هتاخد فص ثوم نقطعه بس كده اثنين، هنضيف شويه ثوم وهنضيف الكرفس، هحط العيدان واسيب الورق بعدين. هديهم تقليبه. اوريدي البصل والثوم مضادات حيويه، هتلاقوها داخله في كل وصفاتنا النهارده. مضادات حيويه طبيعيه، اتكلمت الاسبوع اللي فات في حلقه اني كنت بشوف احد الاطباء الدكتوره شهيره جدا، حتى فيديوهاتها على السوشيال ميديا، هي امريكيه يعني، جت عليها فتره تعملها شادو بانينج قوي. يعني ايه؟ يعني يتقلل الريتش بتاعها لانها بتمسك بعض الحاجات اللي احنا المودرن ميديسن الطب الحديث حاول يزرعها في دماغنا انه ما فيش حلول غير في الدواء، نلجا للادويه على طول. كانت بتتكلم عن فتره الكورونا واهم مضاد حيوي هي استخدمته ومرضاها استخدموه كان اقوى 6 مرات من اي مضاد حيوي موجود، وكانت بتتكلم عن الثوم. بكل بساطه الثوم ده من اهم المضادات الحيويه، وبرده تيتا الله يرحمها كانت تاخد فص الثوم الصغير زي حبايه الدواء كده تشربه. طبعا في ناس بتضايق من الريحه، بقى دلوقتي حتى مندخله في اكلنا او بيتباع على شكل كبسولات برضو. وقالت انه الاطفال لو عايزين نستخدم لهم الثوم وهم صغيرين وما يقدروش مثلا ياكلوه، ممكن نقطعه شرايح ونحطه في كعب رجلهم ونلفه بشاش، ويمتص جسمهم المواد الفعاله اللي في الثوم اللي هي بتادي دور المضادات الحيويه الطبيعيه. هنحط دلوقتي العدس، هنديله برضو تقليبه. عندنا برضو بهارات مقترنه دايما بشوربه العدس اللي هي اولها واهمها الكمون علشان الانتفاخ. الكمون معروف كمان للهضم، اللي بيبقى الواحد عنده مشاكل في الهضم او الانتفاخ من الحاجات المهمه. هاتوا نقرب البهارات، بحب احطها في مرحله التحمير عشان تاخد البوتنسي او اكتر فايده منها، لانه الزيوت بتخليها تطلع كل الريحه والطعم اللي فيها. فهنحط معلقه كمون مليانه صغيره كده. المضاد الالتهاب اللي موجود في كل مطابخنا، ارخص مضاد التهاب في العالم هو الكركم، كركمين.
اسمه العلمي لما تشتروه من الصيدليه بامريكا وباوروبا، كركم نفس الاسم العربي. هم بالوصفات بيكتبوا عليه تيرمريك، يعني لما يكتبوا نستخدموا الكركم بالوصفات بيقولوا تيرمريك، بس لما يقولوا عنه علاجي بيقولوا كركم، وهو ببيوتنا وبمطابخنا اهم مضاد للالتهابات، انتي انفلاماتوري، اللي عندهم روماتويد، الامراض المناعيه، الالتهابات بشكل عام. هنحط كمان ذره شطه بسيطه، ودي حسب الرغبه، وهنحط برضو نص معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، ودي بهاراتنا. نديهم تقليبه. في المرحله دي ممكن احط دلوقتي الطماطم والبطاطس. البطاطس بتدخل في شوربه العدس بتديها التقل بتاعها، يعني بتديها قوام كده تقيل. انا عندي هنا حله محضراها علشان الوقت، فكل اللي هنعمله انه نحط الطماطم والبطاطس اخر حاجه، تقليبه، هنحط الميه المغليه، واللي بيحب يحط مكعب مرقه يحط، اللي عنده شوربه يحط، اللي بيحب ميه بس ممكن يعملها بالميه. بنغطي كل الخضار والعدس، وتعالوا نحط معاها مكعب مرقه واحد، مع انه احنا هنحولها للعدس الاباظي اللي قلنا فيه فراخ، فناخد نكهه الفراخ. فهحط مكعب مرقه، وهنيجي دلوقتي لحاجه بتساعدنا نمتص كل الفيتامينات اللي قلنا عليها، الفلفل الاسود. الفلفل الاسود سبحان الله هو والملح، ملح وفلفل، ملح وفلفل، بيدخلوا بكل الاكلات. الملح بنسبه معقوله بيساعدنا على الاحتفاظ بالميه، بنسبه ميه صحيحه بجسمنا، لا يقل قوي الا لو احنا ممنوعين من الملح طبيا، ولا يزيد قوي بيحبس ميه قوي بالجسم. الناس اللي عندها احتباس ميه تقلل الملح، واهم حاجه الملح يبقى كمان ملح بحري او صخري، مش مضاف له اي اضافات. الفلفل الاسود اللي بنحطه على اكلنا هو من الحاجات، في عناصر، في ماده فعاله بتساعدنا على امتصاص الفيتامينات اللي موجوده في كل الاضافات اللي ضفناها. فانا هسيب الحله دي على النار تغلي، وهحط ملح بعد ما تكون مكعب المرقه داب، وعندي هنا الشوربه بعد ما استوت. فهنرجع بعد الفاصل نبتدي من هنا، دي شوربه العدس، من هنا نعمل العدس الاباظي.